بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في التقرير الصدقة والحث عليها، وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يحب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. يتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. رواه أحمد بإسناد صحيح. يقي أحدكم وجهه النار، يتقي النار ويجنبها وجهه، ولو بأن يتصدق بنصف تمرة. لا يحتقر الإنسان شيئا من المعروف، فإنه ربما وقاه الشيء اليسير عذاب الله عز وجل وعقابه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراغب في الصدقة ولو بالشيء اليسير، نصف تمرة. كم تساوي نصف التمرة؟ تساوي يعني شيئا يسيرا جدا لا يكاد يلتفت إليه. مع ذلك فليعود الإنسان نفسه على الصدقة ولو بالشيء اليسير. كان بعض السلف لا يجد ربما في يوم، تعود أن يتصدق كل يوم، فربما لم يجد إلا بصلة، ربما لم يجد إلا يعني تمرة، ولكنه عود نفسه أن يتصدق دائما. فلو لم يجد الإنسان إلا الشيء اليسير فليتصدق به، كما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة تصدق بعنبة، فقيل له في ذلك عنبة، فقال: كم فيها من مثقال ذرة. وقد قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولا شك أن هذا القليل يعني يؤدي بالإنسان إلى إنفاق الكثير، يعوده فيتيسر له إنفاق الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استثري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشعر من الشبعان. رواه أحمد بإسناد حسن. يا عائشة، استثري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يعني أنها تذهب قدرا من الجوع عن الجائع ولو كان شيئا يسيرا، لكنها تسد عنه شيئا من الجوع فتجعله شبعان بقدر الماء، يعني كأن الشبعان قد شبع بأشياء كثيرة، فشق التمرة تسد من الجائع وتكون مقام غيرها بالنسبة إلى الشبعان الذي شبع بأشياء كثيرة، فيكون لها قدرها عند الجائع، والله أعلى وأعلم. فالاستثار من النار، لأن الإنسان يعني إذا صرف وجهه عن النار وإذا حجبت عنه فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ذلك أن يعني أن يواجه الإنسان بوجهه النار ذلك من العقوبة والعذاب. أن يصرف وجهه عنها، أن يستتر عنها، أن يستر وجهه عنها، هو نوع من المعافاة. إذا قال في هذه الرواية: استتري من النار. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح.
أيضا وصححه الحاكم وفقه الذهبي. الصلاة قربان، قربة إلى الله عز وجل، أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل من العبادات الظاهرة الصلاة، وهي تتضمن العبادات الباطنة والأقوال الظاهرة أيضا، عبادة بالقلب وعبادة باللسان وعبادة بالبدن، وإذا كانت من أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله، كما أنه في هيئاتها أقرب الأوضاع أقرب الهيئات إلى الله عز وجل، وهي هيئة السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة قربان، والصيام جنة، صيام وقاية، كما يتقي الإنسان العدو بالترس والدرع ونحو ذلك، والصيام يقي الإنسان الذنوب التي هي سبب للنار سبب لعقاب الله. فالصيام جنة يتقي الإنسان به عذاب الله عز وجل بكونه يبتعد به عن الذنوب، وذلك أنه يتحكم في شهواته ورغباته فيستطيع أن يمتنع من الذنوب، هذا يكون سببا لوقايته من عذاب الله عز وجل، كما أنه يستطيع أن الذنوب سببها الشيطان. فالإنسان إذا حارب عدوه وهو يحاول أن يصيبه بما يؤذيه وما يضره وما يقتله، فيتقيه بأنواع الوقايات، أنواع الدروع والحمايات، فهذه الذنوب والمعاصي والخطايا هي أسلحة شيطانية، فإذا كان الإنسان على طاعة لله عز وجل اتقى بها هذه الضربات، فالذنوب إذا وقي الإنسان شرها وقي عذاب الله. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة تطفئ أثرها، وذلك أن الخطيئة تؤدي إلى عذاب الله عز وجل، وهي تحرق من القلب بقدرها، ويوقظ الإنسان نارا لنفسه بقدر ذنوبه في برزخه وفي آخرته، فأعماله التي يوقظ له بها النار والعياذ بالله. ولذلك يطفئ الإنسان ناره بالعبادات، ولذلك قال هنا: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا يدل على أن كل عبادة من العبادات لها أثرها العظيم في إصلاح الإنسان وفي تغيير سلوكه وفي يعني صلاح آخرته ونجاته من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان لابد من أن يؤدي الإنسان هذه العبادات فرضها، ويعني كلما ازداد من نفلها كلما ازداد قربا من الله وبعدا عن الخطايا والذنوب. قال كعب ابن عجرة: الناس غاليان، الذي يغدو يذهب إلى السوق أول النهار، الغدو والذهاب في حاجة الإنسان أول النهار، فكلنا يغدو إلى دنياه، كل إنسان في هذه الدنيا كأنه في سوق، فهناك من يبيع نفسه بالشيطان والعياذ بالله، يبيع نفسه بالشيطان فيهلكها، موبق رقبته مهلك رقبته والعياذ بالله، موبق نفسه ومهلكها ومعرضها لعقوبة الله حين يبيع للشيطان، حين ينفق أوقاته في معصية الله، حين ينفق أوقاته في الفسوق الكفر والفسوق والعصيان، حياته رأس ماله، أوقاته هو الذي رأس ماله الذي ينفقه إما في معصية الله عز وجل فيهلك نفسه، وإما أن يبتاع نفسه يشتريها من الله يعني ينفذها، في الرواية الأخرى في الحديث الآخر: فبائع النفس فموبقها أو موبقها، المبتاع في الأصل فيها المشتري، ويمكن أن يطلق على الإنسان أنه بائع لنفسه إذا باعها لله عز وجل، ومشتري لها بمعنى منقذها يعتقها، كأنه يعتق نفسه يشتريها يعني يعتقها من عقاب الله، معتق رقبته يعني منقذها من النار. كل إنسان يستشعر أن أوقاته يبيعها ويشتري بها، لابد أن يحرص على وقته وينظر فيما فعل في هذا الوقت وينظر فيما أنفق من وقته، والله أعلم.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفاء. الجليد الماء المتجمد، الصفاء الصخر، يذهب بحرارة الشمس سرعان ما يزول على الصخر الأملس ويصبح لا شيء. الخطيئة كذلك يعني تذهب وتذوب ما بالصدقة. إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، نبت على حرام. ذلك إذا أنفق، يعني إذا أطعم الإنسان نفسه حرام، وليس في ذلك، ليس من ذلك أن يكون مثلا الأولاد الذين أطعمهم أبوهم محرما أنهم لابد أن يعذبوا، بل إذا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وإلا فهو في حقهم، هم أهل عذر لأنهم مضطرون إلى مال أبيهم. لكن إذا هو أنبت لحمه من سحت ودمه كذلك، إذا أطعم نفسه الحرام فهو النار أولى به، لا يدخل الجنة ولا يدخل الجنة. والحديث هو الذي قبله في الرواية الأخرى. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي كبشة الحماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا تحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويغفر فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، هذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته ووزرهما سواء. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما نقص مال عبد من صدقة، صدقة لا تنقص المال، وإن كان الذي يحسب بالحسابات المادية يظن أن المال نقص بسبب الصدقة الفريضة أو النافلة، وليس كذلك. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد هذه المعاني في نفوس أصحابه ونفوس المؤمنين عموما، وذلك دليل على جواز الإقسام لغير استحلاف في الحالة، بغير استحلاف تأكيد الكلام. الصدقة لا تنقص المال، بل يحدث في المال بركة وزيادة ونماء، ولذا سميت الزكاة زكاة لأنها من معنى النماء الذي يحصل بالبركة في المال وبالرزق الذي يخلفه الله عز وجل على عبده. لذلك كلما أراد الإنسان أن يزداد ماله تصدق وأنفق فيبارك الله له في رزقه فيما رزقه. وكذلك إذا صبر الإنسان على الظلم واحتسب هذا الصبر
عند الله عز وجل يريد وجه الله، ولم يكن هناك إما لم يكن هناك قدرة على الانتصار، أو كان في عدم الانتصار مصلحة شرعية، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى عقب ذلك: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يصبر على أذى الناس هو الصابر، فهذا قد يتصور كثير من الناس أنه أهين أو أنه أذل لأنه لم يأخذ الحق، لم يأخذ حقه، وليس كذلك، بل ما صبر عبد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزة ورفعة. والعز بيد الله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو يولي قدر الصابر على المظالم، على مظالم الخلق وإساءتهم كما ذكرنا، إلا أن يكون في موطن يشرع فيه الانتصار انتصارا بالدين، كما قال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولكن إذا تمكن ونصر الدين تنازل عن حقه، فكان لذلك في أعلى منزلة، الله أعلم. فنقول إما أن يكون عاجزا عن الانتصار فيحتسب الأجر عند الله ويصبر، وإما أن يكون قادرا على الانتصار والمصلحة الراجحة في أن يترك حقه، إذا كان الأمر متعلقا بحقه فهو يتنازل عن حقه احتسابا لوجه الله. وأما من كان انتصاره فيه إعزاز للدين وقمع للمجرمين، فهذا الذي يطبق عليه قوله عز وجل: والذين إذا أصابه البغي هم ينتصرون. فينتصر لله عز وجل، وتكون رغبته في أنه يأخذ الحق أن يعلي كلمة الله. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، كلما استكثر من أموال الناس كلما أفقره الله عز وجل ومنع البركة في ماله إذا سأل الناس بغير حاجة. وما ذكر صلى الله عليه وسلم من حال الدنيا مع الأربعة النفر، وأن من فعل الخير ابتغاء وجه الله وأنفق بمقتضى العلم واتقى الله عز وجل في ذلك المال وواصل فيه الرحم وعلم حق الله في الزكاة الواجبة وفي العطاء وفي النفقات الواجبة، وكذلك يعني تصدق وزاد في النفقة، فهذا بأفضل من علمه. والذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو بنيته يحدث نفسه، لو أن الله عز وجل أعطاه فإنه سوف يفعل مثل ما فعل فلان، هما أجرهما سواء، يعني كلاهما يشترك في الأجر، وإلا فقوله بأعلى المنازل ظاهر في أن الذي أعطاه الله فأنفق أفضل، والله أعلم. وقد يكونان بمنزلة واحدة، وقد يسبق صاحب النية الصادقة إذا كانت نيته أصدق وأكثر إخلاصا، والله أعلى وأعلم. هذا فيه فضيلة العلم، لأن وجوده هو الذي ألحق الإنسان في حالة عدم وجود المال بأهل التقوى والإيمان، وعند فقده ألحقه ذلك بأهل الفسوق والفساد وأهل الجاهلية، الذي يخبط في ماله بغير علم، يتصرف فيه بغير مقتضى العلم، لا يتقي الله عز وجل بل ينفقه في المحرمات، ولا يصل فيه الرحم، ولا يعلم إليه حقا من الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، فهو والعياذ بالله بأخبث المنهج. فالإنسان على قدر علمه ونيته في فضيلة العلم، لأنه يرشد الإنسان إلى النية الصالحة، فضيلة النية، فضيلة الصدق، لأنه قال: فهو صادق النية. هذا في العبد الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، أي بناء على علمه بفضائل الأعمال فهو ينويها ويرجوها، لو أعطاه الله عز وجل ما أعطى غيره لأنفق وفعل فيه مثل ما فعل غيره من أهل التقوى والصلاح، فيشتركان في الأجر، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.